بعيدا عن دخان المدينة وتلوث الهواء، بعيدا عن ازدحام الناس والتقاء الأصدقاء، بعيدا عن المقاهي والخرجات، بعيدا عن المدينة وأزقتها الضيقة الجميلة، بعيدا عن قططها. بعيدا عن السفر إلى المدن البحرية والذهاب إلى الغابات، بعيدا عن العائلة، بعيدا عن المدرسة والجامعة وعن العمل والرياضة، إلى الحجر الصحي. لا خروج من البيت، لا زيارات عائلية ولا شيء جديد سوى أننا نسمع الأخبار ونتابع حجرنا الصحي في البيت مع العائلة. ما أجمل الصباح وسماع صوت العصافير، والأزقة خالية تماما مع أخذ نفس جديد في البيت مع قراءة كتاب من كتب التي منها الكثير في البيت حتى يأتي وقت الصلاة. لكن ليس كعادتي في المسجد بل في البيت. مر علينا الشتاء يوما ونحن في المنزل، أفضارك إن شاء الله يفوز كل شيء بالصبر ونرجع لحياتنا الطبيعية. بغيتكم تخليوا لي تحت في التعليق الأسئلة ديالكم والآراء ديالكم، بغيتكم تبارطاجيو الفيديو مع أصحابكم، بغيت نلقى جميع الجروبات. تابعوني انستغرام ديالي. السلام عليكم.